الحلقة تلو الأخرى وتنافس وتحدي بين هذه الأسماء. على بركة الله ينطلق شوطنا القادم وهو الشوط الذي يسير من خلاله بالتحدي والتنافس واللقاء. تسير هذه الأسماء معلنة عن حضور المحليات الأصائل في شوط جميل وشوط مميز، شوط يحمل الإثارة والتحدي والتنافس. إلى مقدمة الشوط مع الأبكار أو الحول المحليات الأصائل، هذه الواعية لمسري بن سالم بالعرض الحميري. يتقدم المشاركين ويبدأ اللقاء مع هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد زعفرانة لسعيد بن عبيد الحميري محتلا المركز الثاني، بينما المركز الثالث ياتي شعار بالخصم وحاضر مع تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي. اما المركز الرابع فها هي تتواجد زريج لنواب بن نوح بن احمد البلوشي، يحضر مع زريج حللت في المركز الرابع. المركز الخامس بالدليوي يقدم لنا ميعاد راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي. بينما الحاضرة في هذه اللحظات العزوم، العزوم تعود ملكيتها لمايد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، حلت على المركز الخامس. المركز السادس عالية تعود ملكيتها لسهيل بن غريب بن راشد الاكتبي. المركز السابع عندك بدريوي مع ميعاد. والمركز الثامن، ثامن وصلت الان الظبي لخالد بن عبد الله بن ماجد الخاطري، ياتي ويحتل المركز التاسع. بينما المركز العاشر هذه اللي وصلت الان تحت المركز العاشر ازعاج لسلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. هذه النتيجة للعشر المراكز الاولى المتقدمة حتى هذه اللحظات في لقاء هذا الشوط وفي منافساته وفي تحدياته الكبيرة التي تحمل الذهب وتحمل الانتصارات وتحمل النواميس الكبيرة. الى مقدمة الشوط، إلى المقدمة والصراع، وهذه الواعية لا زالت على قائمة وقمة الشوط. بالمركز الأول بصدارة هذا الشوط معلنين عن تواجد شعار مسري بن سالم بالعرط الحميري. المركز الثاني تصل زعفرانة لسعيد بن عبيد الحميري، حلت على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا وصول من تواجد تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي، ياتي ويحتل المركز الثالث. اما المركز الرابع فتصل العزوم هنا في هذه اللحظات لمايد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، يا مرحبا براعية السيف. هذه العزوم تصل وتتواجد على المركز الرابع. اما المركز الخامس هناك الشامسي يقدم لنا ازعاج سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. والمركز السادس نذهب الى شعار نواب بن نوح بن احمد البلوشي وهي زريق تتواجد في هذه اللحظات. المركز السابع نقله الى ميعاد راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الجنرال، يقدم لنا هذا الاسم. بينما من حافل اخرى لاحمد بن مطر بن مايد الخيالي تصل وتتواجد للمركز الثامن. المركز التاسع، التاسع التاسع هذه الظبي خالد بن عبد الله بن مايد الخاطري، ياتي بالمركز التاسع. والمركز العاشر زعفرانه لسيف بن سالم بن نايل الشامسي. هذه العشر المراكز الاولى، تبادل بالمراكز وتبادل كذلك بالحضور في تنافس وتحدي هذه الاشواط، هذه المنافسات ما شاء الله مع الاسماء المنطلقه والحاضره في ملتقى شوطنا الثاني للمحليات الاصايل، للمحليات الاصايل من الذلايل. شوف البدايه والعودة إلى شعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري، حيث الواعية تتواجه مع زعفرانة من الجانب الآخر. هذه زعفرانة غيرت تغيير طفيف برأس الحربة للمقدمة، وسعيد
بن عبيد الحميري يقدم لنا زعفران هلان اللي تغير على المركز الاول وتبدل. المركز الثاني لمسري بسالم بالعرض الحميري، هي الواعيه متواجده. المركز الثالث وصل التعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي. المركز الرابع مشامسي هناك يقدم لنا كذلك اسم اخر، وهذه مزعجه لسلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي يتواجد ويحتل المركز الرابع الان في هذه اللحظات ليقدم لنا. يلا يا السناني نشوفك يا السناني ماذا تقدم. نشوف المركز الخامس والسادس منحاف وكذلك العزوم، والعزوم ومنحاف، وياتي احمد بن مطر بن مايد الخيالي مقدما هذه الاسماء العملاقه مع الفيلسوف. اشوف المركز الثامن، الثامن وصول اسم جديد زعفرانه او همروله لمحمد بن راشد بن عبيد الاجتبي خذ المركز الثامن. المركز التاسع تدخلت الطيره لمالكها سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي المركز على المركز الثامن. المركز التاسع ميعاد لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي جنرال يقدم لنا ميعاد على المركز التاسع. والمركز العاشر زعفرانه لسيب بن سالم النايلي ياتي ويحل على المركز العاشر. هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء لمراكزنا العشره الاوائل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظه في تنافسها وتحديها على هذه الاسماء الكبيره المميزه ما شاء الله. وزعفرانه في المركز الاول وزعفرانه في المركز العاشر، واللون كله زعفراني ما شاء الله. زعفرانه لسعيد بن عبيد الحميري هي المتقدمه حتى هذه اللحظات وتقود هذه المجموعه الثانيه من محليات الاصايل الى الانتصار والنواميس. ازعاج في المركز الثاني لسلطان بن سليمان السناني يحتل المركز الثاني. اما المركز الثالث، الثالث هذه تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي وكذلك الواعيه لمسري بن سالم العرض الحميري. هذه الرباعيه اللي تخطف الناموس وتخطف المراكز الاوليه. بينما نذهب الى منحاف غيرت وخذت المركز الخامس لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي، تليها العزوم ايضا يعني اسم معروف واسم لامع في سباقات الهجن، هذه العزوم لمالكها احمد بن مطر بن مايد الخيلي. بينما المركز السابع، السابع وصلت هملوله محمد بن راشد بن عبيد الاجتبي خذ الان المركز السابع. المركز الثامن الطيره سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي يقدم الطيره على المركز الثامن. المركز الثامن، المركز التاسع القادمه زعفرانه، ولكن هذه في المركز التاسع ميعاد لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، وزعفرانه في المركز العاشر لمالكها مشاهدينا الاعزاء سيب بن سالم النايلي. هذه الاسماء الحاضره حتى اللحظه لاسمائنا المنطلقه واللي يعني بتكون مواجهة حقيقية بين هذه الأسماء. بين هذه الأسماء الكل لابد أن يكون مستعد في نهاية المطاف، في نهاية المطاف عبر هذه الأسماء وعبر محطة المحليات الأصايل. أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول ما شاء الله. المقدمة لا زال شعار سعيد بن عبيد الحميري مقدما مشاهدينا الكرام، ومن خلال هذه اللحظات في هذه اللحظة من خلال التنافس والتحدي من خلال وجود زعفرانه، زعفرانه مشاهدينا الكرام للمركز الأول وتنافس هذا الشوط. هذه زعفرانه تعود ملكيتها لسعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا زعفرانه على مسار هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني السناني يلا واصل سلطان بن سليمان السناني الشامسي يحضر مع إزعاج اللي تحتل المركز الثاني. في المركز الثاني هذه إزعاج أيضا واصلة ومنافسة وقوية، ولكن الكل لابد أن يأخذ حذرة من هذه واحتياطاته من الأسماء المتواجدة. تعويض
الارض واصله. منصور بن علي بالخصم الكتبي ياتي على المركز الثالث مشاهدين الاعزاء. المركز الرابع وصلت الان وتقدمت الواعيه لمسري بسالم العرضي الحميري. المركز الخامس هناك تواجد من قبل شعار الكتبي، هذه هملوله محمد بن راشد بن عبيد الكتبي، بينما سادسا وسابعا الله العزومه من حاف احمد بن مطر بن مايد الخيلي، كذلك ميعاد من الجانب الاخر راشد بن سعيد بن سيل بالدلوي، والطيره قادمه سعيد بن حمد بن مصنع الحبابي، وكذلك الحضور من شعار بن نايلي سيف بن سالم النايلي ابو علي يقدم لنا زعفران حتى هذه اللحظات. هذه الاسماء اللي ذكرناها متواجده وقادمه بالتنافس، قادمه بالتنافس. يا سلام، الحميري مسيطر كل السيطره بوجود زعفرانه على قمه الشوط وقايمته. هذه زعفرانه مشاهدين الاعزاء سعيد بن عبيد الحميري المركز الثاني. المركز الثاني يا سلام يا سنان يقدم ازعاجه، سلطان بن سليمان يقدم ازعاج في المركز الثاني هذه اللحظه. شوف الثنتين متنافسات تنافس حتى يعني تعدينا الـ1400، تعدينا الـ1400 والثنتين في راحة استجمام على مقدمة الشوط، لكن يمكن ان هذه الراحة ما تطول. شوف الاسماء بدأت تحضر، 1200 على خط النهاية، زعفرانة والكل يعني ما ضربوا الجماعة، ما حركوا شيء، خلاص ما تحرك ساكن حتى هذه اللحظات. يلا يا زعفرانة مسيطر. سعيد بن عبيد الحبيري يا سلام يا ابو مطر. المركز الثاني هذه ازعاج سلطان بن سليمان السناني الشامسي محتل المركز الثاني. الاجتبي في المركز الثالث مع ملوله محمد بن راشد بن عبيد الاجتبي، تعويض منصور بن علي بالخصم الاجتبي في المركز الثالث. المركز الرابع الواعية او الرابع الخامس الواعية ميعاد قادمة راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، ولكن وين الاسماء وين؟ يلا يا جماعة يلا خلونا نشوف عروضات وعرض هايل وممتع، لكن الحميري ما طاع يسلم. قدمت الشوط راعي زعفرانة، هذه زعفرانة مسيطرة كل السيطرة وواضحة كل الوضوح على قائمة الشوط. أليه الشامسي مع ازعاج سلطان بن سليمان السناني الشامسي، اهالي مغافة في المركز الثاني. يلا وصلتوا القمر انتم ما شاء الله، بينما المركز الاول زعفرانة طارت بالانتصار. خلاص نسلم على الخوانيج وهلها، على الخوانيج وهلها ما شاء الله. هذه زعفرانة لسعيد بن عبيد الحميري. مشاهدينا الكرام اصبحت وحيده في مقدمه الشوط بلا منافسه. اهالي الهباب حاضرين مع بالدليوي راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي، ولكن سعيد بن عبيد الحميري يخطف الانتصار من الجميع، يخطف مع زعفران المركز الاول. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني ميعاد راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي. المركز الثالث ازعاج سلطان بن سليمان السناني الشامسي. المركز الرابع عندك الاجتبي محمد بن راشد بن عبيد، والعزوم في المركز الخامس لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه النتيجه. شوف التوقيت الزمني، ساعة وصول زعفران الى خط النهاية من مخرج هذا السباق. نشاهد التوقيت الزمني، هذه لحظات الوصول مشاهدي الكرام لزعفران سعيد بن عبيد الحميري حيث حلت بالمركز الاول. تهانينا والناموس يا ابو مطر على فوز زعفرانه بالمركز الاول وانتصارها في